من قارة إلى قارة، نضال المرأة قديما وحديثا. في نيجيريا لم يمكن للنساء التنفس. شهدت نيجيريا حربا أهلية داخلية امتدت من 6 يوليو عام 1967 وحتى 13 من كانون الثاني يناير عام 1970 بسبب رغبة المناطق الجنوبية الانفصال عن البلاد تحت اسم جمهورية بيافرا، إلى أن الحرب الأهلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل استؤنفت الحرب مرة أخرى في عام 2002 وفي ولاية بورنو النيجيرية عبر عملية عسكرية نفذها تنظيم بوكو حرام. في المناطق الجنوبية حيث تطبق أحكام الشريعة، يسيطر بوكو حرام اعتباراً من عام 2004 بدأ هذا التنظيم بتنفيذ عملية دموية. في عام 2009 قتل التنظيم المئات من الأشخاص، كما أجبر الآلاف من السكان على النزوح. اختطاف فتيات قاصرات من قبل بوكو حرام. بوكو حرام التي تعتبر بمثابة مرتزقة داعش في أفريقيا أقدم في 14 من نيسان أبريل من العام 2014 على اختطاف نحو 276 فتاة قاصر من الديانة المسيحية. زعيم تنظيم بوكو حرام أبو بكر شكوي قال إن من حقه بيع الفتيات اللواتي اختطفهن من المدارس. بعض من الفتيات المختطفات وجدن الفرصة وتمكنا من الفرار، فيما تم إجبار 219 منهن على اعتناق الإسلام وتم تزويجهن قسراً. كما تعرضت 2 منهن للاغتصاب والتعذيب وتم العثور عليهن، وقد تم ربطهن بشجرة وهن عاريات. 25 مليون امرأة تعرضن للختان. لا يقتصر الخطر الذي يهدد حياة النساء في نيجيريا على الحرب الأهلية فقط، بل أن عادة الختان المنتشرة في أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط تمارس بشكل متزايد في نيجيريا. ورغم منع عادة الختان في نيجيريا من قبل الحكومة، إلا أنها تعتبر عادة متوارثة في المناطق الريفية. وبلغت نسبة الفتيات اللواتي تم ختانهن في نيجيريا إلى 98%، وتوجد في نيجيريا 25 مليون امرأة تم ختانها، فيما يواجه عدد مماثل من الفتيات القاصرات خطر الختان. في نيجيريا تتعرض النساء من مختلف الانتماءات الدينية للختان، وبحسب الأبحاث فإن 55% من الفتيات المسيحيات تم ختانهن، بينما تم ختان 2% من الفتيات المسلمات. تزويج القاصرات قسراً مقابل المال. من القضايا الأخرى التي تعاني منها النساء في نيجيريا تزويج الفتيات القاصرات قسراً مقابل المال، حيث يتم تزويج نحو 75% من الفتيات القاصرات قسراً، ويتم تزويج الفتيات القاصرات مقابل المال للتخلص من الضائقة المالية. تتعرض النساء في نيجيريا للاغتصاب بشكل لا يمكن السيطرة عليه والحد منه، فبالإضافة إلى انتشار عصابة المخدرات وغيرها من العصابات، فإن البلاد تعج أيضاً بعصابة الدعارة. إضافة إلى عصابة الاغتصاب، تنتشر في نيجيريا أيضاً عصابة الدعارة المنظمة. آلاف النساء اللواتي تسعين للهجرة للخلاص من الأوضاع المعيشية في البلاد تقعن في مسيدة عصابة الدعارة، ويتم سوق ونقل الآلاف من النساء من قبل عصابة الدعارة المنظمة من نيجيريا إلى إيطاليا بهدف العمل في الدعارة. شيماماندا تسعى لأن تكون صوت الفتيات النيجيريات. تتعالى في نيجيريا أصوات تبث الأمل فيما يتعلق بمناهضة ومواجهة حياة النساء التي تحولت في نيجيريا إلى جحيم ومعاناة متواصلة من قبل الرجال والذهنية الذكورية. واحدة من هؤلاء النساء اللواتي تبعثن على الأمل شيماماندا نغوزي أديشي. ولدت شيماماندا عام 1977 في نيجيريا، قضت طفولتها في البلاد. الأحداث التي شهدتها في طفولتها ومعايشتها لحياة النساء النيجيريات دفعتها لتبني قضايا نسوية. صدرت لها أول رواية عام 2003 بعنوان زهرة الكركديه الأرجوانية، وترجمت إلى 23 لغة عالمية. من الميزات الإيجابية التي تتميز بها روايات شيماماندا أنها تتناول بالمجمل قضايا المرأة. روايتها التي تحمل عنوان نصف شمس صفراء سلطت الضوء على النساء في النضال الشعبي التحرري.
تتحدث الرواية عن نضال بيافرا من أجل تأسيس جمهورية مستقلة عام 1960، وما جلبت معها من تطورات في تاريخ أفريقيا.